الرحمن الرحيم، راح نبدي بالكارديك فيزيولوجي، كارديفاسكولار فيزيولوجي. عندنا الكارديك عاتفة فاريبلز بمعنى متغيرات القلب اللي تتغير تبعا لعدة عوامل: الستروك فوليوم، الكونتراكتيليتي، البري لود، افتر لود، والكاردياك اوكسجين ديماند. فعندنا بالنسبة للستروك فوليوم، الستروك فوليوم هو كمية الدم اللي القلب قادر على أن يطلعها بانقباضة واحدة أو بهارت بيت أو بدورة قلبية واحدة يعني. So stroke volume affected يعتمد على contractility بمعنى انقباضية القلب، قدرته على الانقباض، والافتر لود بمعنى اللود أو المقاومة اللي ضدها المفروض أنه القلب يطلع محتوى من الدم، والبري لود هي الكمية أو كمية الدم اللي واصل للقلب أو أنه هي موجودة أوريدي بالقلب بحيث أنه مضطر يطلعها ويوصلها لباقي الجسم. فالستروك فوليوم يزداد بزيادة الكونتراكتيليتي، بزيادة الانقباضية، مثلا بحالة الانكزايتي أو بحالة الاكسرسايز. وما الستروك فوليوم أيضا يزداد بحالة زيادة البريلود، يعني أكو دم هواية أوريدي موجود بالقلب فمضطر أنه يطلع، مثلا بحالة الايرلي بريجنسي، بداية البريجنسي. وكذلك ممكن الستروك فوليوم يزداد لما يقل الافتر لود، ما معناه تقل المقاومه اللي نفترض لازم يضخ ضدها الهارت، لنفترض هذا الايورتا والايورتا يطلع منها بالواقع، لكن لسهوله الرسم هي شيء. فلما تكون المقاومه عاليه، يعني المقاومه بالايورتا عاليه، فيحتاج انه الدم يعني الستروك فوليوم راح يكون قليل، لكن لما تكون المقاومه بسيطة وصغيرة فستروك فوليوم ممكن يطلع على راحته بدون أي مقاومة، بدون أي صعوبة. فبهاي الحالة رح يزداد الستروك فوليوم. عندنا a failing heart has، هذه للحفظ، سورة الحفظ. A failing heart has reduced stroke volume, systolic and or diastolic dysfunction. The failing heart يعني المريض اللي عنده heart failure، عجز بالقلب، راح تقل stroke volume. هاي مسألة منطقية لأنه بيعجز القلب عن إنه ينقبض أو عن إنه يطلع الكمية الكافية من الهارت، سواء كان عندنا systolic and or diastolic dysfunction. ملاحظات هنا ما عندنا. إذا راح ننتقل على contractility. الكونتراكتيليتي بمعنى انقباضية القلب، فهي الكونتراكتيليتي وبمعنى آخر ستروك فوليوم، لأنهن متناسبات طرديا، فكلاهما يزدادان بزيادة عدة عوامل، بحدوث عدة عوامل، منها أولها كاكولامين ستيميليشن، كاكولامين ستيميليشن فيا بيتا 1 ريسبترز. لما نحفز البيتا 1 ريسبترز عن طريق الكيتكولاميز راح تاخذ تو ميكانيزمز. اوكي، الميكانيزم الاول شنو؟ هالميكانيزم الاول، هالميكانيزم الثاني. الميكانيزم الاول انه راح يتفعل اكتيفيتد بروتين كاينيز اي، راح البروتين كاينيز اي راح يكون اكتيفيتد، مما يؤدي الى فوسفولامبين فوسفوريليشن، مما يؤدي الى انه اكو اكتيف كالسيوم شانل اللي هي ATPase، يعني اكتيف كالسيوم ATPase. هذه قناة تعتمد على الأكسجين، تقوم تنتهي يعني العملية بإدخال الأكسجين ستورج، يعني تقوم تخزن كالسيوم، يعني CA، تخزن كالسيوم داخل الساركوبلازميك راتيكولم اللي هي هذه من مكونات العضلة الموجودة بجهاز الماسكولوسكيليتال سيستم. فالمهم بما معناه انه الخطوه الاولى راح يتفعل، راح يكون اكو اكتيفيتد بروتين كاينيز اي يؤدي الى عمليه فوسفولامبين فوسفوريليشن، عمليه فسفره، ثم ينتهي بانه الاكتيف كالسيوم اي تي بي ايز هاي هذه القناه راح تدخل الكالسيوم وتحفظه بالستورج، المخزن اللي هو بالساركوبلازم كريتيكولم. هذه الخطوه الاولى التي تاتي من الكاتكولامين ستيميليشن فيا بيتا 1 ريسبترز. اما الخطوه الثانيه فهي activated protein kinase A، نفس الشيء يؤدي إلى calcium channel phosphorylation. هنا هسا قبل شوية إيش كان phospholamban phosphorylation، هنا calcium channel phosphorylation، يعني كلهما يتفسفرون. فراح يؤدي calcium channel phosphorylation إلى زيادة الكالسيوم entry، دخول الكالسيوم نحو الخلية، مما يؤدي إلى زيادة الكالسيوم induced calcium release. أكو عملية أنه وجود كمية عالية من الكالسيوم راح تسهل خروج الكالسيوم من المخازن أيضا، فيعني كالسيوم يسهل عملية إفراز الكالسيوم أو إخراجه من المخازن اللي هي هذه.
فذني كلاهما الخطوتين المصدرهم الرئيسي اللي خلاهم يصيرون هو كاتكولامين ستيميليشن عن طريق البيتا 1 ريسبتورز. زين، هذا العامل الاول المؤثر على الكونتراكتيليتي ويزودها، لانه الكالسيوم يزود الكونتراكتيليتي، فكل ما عندنا كالسيوم اعلى كل ما عندنا كونتراكتيليتي اعلى. الخطوه الثانيه شنو النقطه لو او العامل الاخر شنو هو؟ مجرد بكل بساطه زياده الكالسيوم، دخول الكالسيوم للخليه، يعني بدون ما انه يجي كاتكولامين ويجي يثبت على البيتا 1 ريسبتورز وتفعيل عن طريق بدون ما يتدخل النيرفس سيستم بالموضوع نهائيا، يعني مجرد انه الكالسيوم يزداد داخل الخليه. النقطه الاخرى اللي تزود الكونتراكتيليتي هي لما يقل الاكسترا سيلولر صوديوم، لما يقل الصوديوم خارج الخليه. ليش؟ لانه احنا عندنا قناه هي الصوديوم كالسيوم، هذه القناه اكستشينجر، اوكي؟ فهذه القناه مطلوب منها انه هي تدخل الصوديوم للخليه، تمام، تدخله وتطلع الكالسيوم من الخلية، تخرجه يعني، تخرج الكالسيوم من الخلية. فلما احنا اساسا عندنا صوديوم قليل خارج الخلية، هذه تكون تحاول تدخل يعني خارج الخلية وهذا داخل، فخارج الخلية صوديوم قليل. فلما صوديوم قليل معناها هذا الاكستشينجر راح يكون منطقي وما راح يدخل هذا الصوديوم القليل يدخله لداخل الخلية. لما ما يدخله لأنه هو قليل معناها بنفس الوقت ما يطلع كالسيوم للخارج، لا يخرج الكالسيوم إلى الخارج، لأنه أخو نظيره اللي هو الصوديوم، الصوديوم لا يدخل لأنه أساسا قليل خارجا، فالكالسيوم لا يخرج. وبمجرد أنه الكالسيوم لا يخرج خارج الخلية معناها إحنا لا يزال داخل الخلية عندنا نسبة عالية من الكالسيوم، فهذه النسبة العالية من الكالسيوم هي تساعد في زيادة الكونتراكتيليتي مثل ما هو متوقع مثل ما هو معروف. فهذا العامل الثالث. راح نجي على العامل الرابع اللي أيضا يزيد الكونتراكتيليتي وبالتالي ستروك فوليوم، يعني هو الديجوكسين اللي هو أحد أنواع العلاجات. هذا راح يسوي بلوكينج لق إلى البومب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بومب، مما يؤدي إلى زيادة الانتراسيلير صوديوم، فبالتالي راح يقل الصوديوم كالسيوم اكستشينجر اكتيفيتي، وبالتالي يزداد انتراسيلير كالسيوم. هي نفسها هذه القناة اللي كنا نحكي عنها اللي هي صوديوم كالسيوم اكستشينجر، المفروض انه هي وظيفتها تدخل الصوديوم، هذا داخل الخلية طبعا، هذا خارج الخلية القلبية، خارج المايوسايت يعني، فالمفروض ان تدخل الصوديوم وتطلع الكالسيوم، هذا المفروض يعني الاحمر هو المفروض. لكن عندنا علاج معين راح اسمه ديجوكسين، هذا انتهينا منه راح نرجع لها بعدين. عندنا علاج معين اسمه ديجوكسين راح يشتغل على قناة اخرى اللي هي شنية بومب، هو بالواقع بومب اسمه صوديوم بوتاسيوم بومب، تمام. هذا الصوديوم بوتاسيوم بومب يفترض بأنه يخرج الصوديوم ويدخل البوتاسيوم بومب، مفروض أنه يدخل الصوديوم يطلع الصوديوم ويدخل البوتاسيوم. فراح يجي هذا الديجوكسين، العلاج الديجوكسين راح يسوي بلوك لكل هذا، راح يسوي هذا القناة البومب هذا كله راح يسوي له بلوك، يعني هذا البومب لا يستطيع بعد الآن بسبب دخول الديجوكسين اللي هو علاج لا يستطيع أن يقوم بإخراج الصوديوم إلى خارج الخلية، ولا يستطيع يقوم إدخال البوتاسيوم. مو هذا موضوعنا، موضوعنا أنه الصوديوم لا يمكن أن يخرج خارج الخلية. شنو معناها؟ معناها أنه الصوديوم خارج الخلية بهاي الحالة راح يكون قليل، لأنه مدى يطلع لا يستطيع الصوديوم الخروج نحو خارج الخلية، فبالنتيجة الصوديوم خارج الخلية راح تكون كميته قليلة. فلما هو كميته قليلة خارج الخلية شنو معناها؟ معناها أنه لا يستطيع أن يدخل هذا الصوديوم كالسيوم اكستشينجر، راح يكون منطقي وما راح يدخل الصوديوم اللي هو أساسا قليل خارج الخلية، فليش يدخله للداخل؟ فما راح يدخله للداخل، راح يحتفظ به خارج الخلية، يحتفظ به خارج الخلية بهذه الجزئية. عندنا الجزئية الثانية جزئية الكالسيوم أيضا ما راح يعمل، لأن هو الإكستشينجر يعتمد على عمله على الصوديوم وعلى الكالسيوم،
طالما الصوديوم ما راح يدخله لأن هو قليل بالخارج، معناها كالسيوم ما راح يدخل، ما راح يطلعه خارج الخلية. بما يعني معني أنه الكالسيوم راح يبقى داخل الخلية، وأيضا راح يؤدي إلى زيادة الانتراسيلولار كالسيوم، فيؤدي إلى زيادة كونتراكتيليتي. طبعا هذا كل الشرح اعتمادا على توقعاتي ومعلومتي الشخصية. So الكونتراكتيليتي، راح نرجع على الكونتراكتيليتي والستروك فوليوم تقل ب ايش وقت نقللها، العلاجات اللي تقللها. عندنا البيتا بلوكيت، هذا راح يقلل السايكليك اي ام بي. عندنا الهارت فيلير ويا السيستوليك ديسفانكشن والسيستوليك ديسفانكشن، وعندنا حالة الاسيدوسيس يعني ميتابوليك ديستربنس، وعندنا الهايبوكسيا هايبر كابنيا اذا عندنا نسبه البارشل بريشر، الضغط الجزئي مال الاكسجين قليله، او عندنا الزياده بالبارشل بريشر مال السي او 2. وكذلك عندنا نان داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكرز. نان داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكرز ذولا كلهم يقللون الكونتراكتيليتي والستروك فوليوم. شنو عندنا هنا؟ عندنا الكاتكولامين ستيميليشن، ملاحظة اللي عليه انه شنو اللي يخلي النيرفس سيستم يتدخل والكاتكولامين ينفرز؟ التريجرز مثلا ستريس او اكسرسايز، وكذلك ممكن اكو سمباثيتك دراجز مثل الدوبامين، دوبيتامين، ابينفرين، نور ابينفرين، هذه كلها راح تزود الكاتكولامين ستيميليشن. الساركوبلازم كريتيكولم يقول انه هي تتاثر بالسمباثيتك ستيميليشن مثل ما قلنا، وراح تسوي فوسفوريليس ذا بلاد. طبعا هي هذه الصوره، راح تسوي فوسفوريليشن لهذا الشيء الاحمر اللي هو البي ال بي، فهو راح يمر بعده تفاعلات ما مذكوره بالتفصيل، لكن انه تسمح للساركا اس اي ار سي اي اللي هي باللون الازرق الغامق انه هي تدخل كالسيوم اكثر باتجاه الساركوبلازم كريتيكولم اللي هي الدائره الخضراء، فبالتالي راح تحتفظ الخليه القلبيه، عضله القلب يعني، بكميه اعلى بنسبه اعلى من الكالسيوم. عندنا من العلاجات اللي قلنا انه هي تقلل الكونتراكتيليتي، قلنا نان داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكرز من امثله الفيرابامين والدلتيازين، تمام. اما الديجيتاليس اللي هو الديجوكسين احنا قلنا عليه بالنسخه الجديده، فهو نفس الديجوكسين، ديجيتوكسين اسمه العام هو ديجيتاليس. راح نجي هسه على الفاريبل الاخر اللي هو البريلود. البريلود يقدر approximated by ventricular and diastolic volume depends on venous tone and circulating blood volume. So basically انه هذا الهارت عندنا، والاند دايستوليك فوليوم تقدر بما معناه انه كمية الدم الموجودة بنهاية الدايستول، يعني كمية الدم الموجودة بعد نهاية الريلاكسيشن، يعني كم يمتلئ. لنفترض عندنا هذا البطين، العفو الاذين، البطين الايسري، البطين الايسر اللفت فنتركل المفروض يطلع الدم، فهذا اثناء عمليه الدايستول عمليه الريلاكسيشن راح يمتلئ بالدم القادم من اللفت اتريوم، تمام. فهذا الدم هو هذا البريلود المتكون بنهايه الاند دايستول، كميه الاند دايستوليك فوليوم هو تقريبا هو نفس البريلود اللي هو مستقبلا مضطر انه يطلع عن خلال من عن طريق الايورتا، من خلال الايورتا. سو هذا البريلود. ففي حال استخدمنا فازو دايليترز مثل النيتروغليسيرين راح تقلل البريلود. الفازو دايليترز راح توسع الأوعية الدموية، يعني هذا الوعاء الدموي المتضيق راح ننطي فازو دايليتر راح يصير متوسع، بما معناه لما يتوسع راح يحتفظ بكمية من الدم عالية، يعني هواية راح يحتفظ بالدم، فبالنتيجة لما راح يرجع لللفت أتريوم على سبيل المثال أكو فرق لما يكون فازو كونستريكتد، يعني كمية الدم اللي بالفصلز قليلة فالدم كله يتجمع باللفت أتريوم، لكن لما يكون الفصل متوسع معناها بكمية عالية من الدم وهواية، فمو بالضرورة بسرعة ينتقل لللفت أتريوم، لا راح يعمل الفينوس سيستم كمخزن للدم لأنه فازو دايليتد، يعني أوريدي الفصلز كليتها عبارة عن أوعية متوسعة فتحتفظ بالدم بداخلها لأنها واسعة بما فيه الكفاية، ما مضطرة تودي كل شيء نحو الهارت. عندنا هذا البريلود، نجرى على الافتر لود. الافتر لود is approximated by mean arterial pressure. mean arterial pressure يعني معدل
ضغط الارتريز او الارتريولز. عموما مقصود بانه ضغط السيستميك سيركيليشن او الارتريز او الارتريولز اللي ضدها مضطر انه الهارت يطلع الدم او يخرج ما في داخله نحو السيستميك سيركيليشن او البوليمري سيركيليشن. فيقول انه زياده الوول تنشن بير لابلاس لو اعتمادا على لابلاس لو يعني يؤدي الى زياده البريشر مما يؤدي الى زياده الافتر لود. سو بيسكلي اذا صار عندنا ازداد الشد بالوول بجدران الفيسلز اي فيسل صار اكو شد قوي بالجدار مالته معناها راح يفقد طواعيته راح يفقد مرونته. فلما يفقد مرونته يعني الضغط اللي بيه راح يكون مزداد تاثيره يعني تاثير الدم على جدار الفيسل الذي يحتويه راح يكون عالي. فبما معناه راح يزداد الافتر لود يعني يزداد الضغط داخل هذا الفيسل ويكون صعب او مو بسهولة القلب يطلع محتوى نحو هذه البصلات. زين عندنا اللي يقول إنه left ventricular compensates إذا صارت عندنا زيادة بالافتر لود by thickening لأنه القلب هو مضطر إنه يطلع المحتوى نحو الباقي الجسم. فلما يكون الافتر لود عليه عالي راح يضطر إنه يتصرف ويسوي adaptation فيصير hypertrophied حتى يقلل wall stress حتى يقلل الـ الشد اللي يصير على هذا الأوعية او عليه هو نفسه. فالارتيريال فازودايليترز مثل الهيدرالازين هذه تقلل افتر لودز، لكن عندنا علاجات مثل الاي سي اي انهبيترز والاي ار بي اس ذولا ريديوس بوث ذني يقللن كلاهما يقللن البري لود ويقللن الافتر لود. فيقول في حال عندنا كرونيك هايبرتنشن مريض عنده ضغط مزمن يعني زياده بالمين ارتيريال بريشر معناها اكيد راح يكون عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. هذا متغير قبل الأخير. نجي المتغير الأخير اللي هو الكارديك أكسجين ديماند. فالمايوكارديال يعني عضلة القلب حتى تكون قادرة على الانقباض وتسوي شغلها وتقدر توصل الدم لكل الجسم محتاجة أنه تحصل أكسجين بحد ذاتها. فالأكسجين كمية اللي تحتاجها أكيد تزداد لما العضلة عندها عمل أكثر. فالكمية الأكسجين التي تحتاجها عضلة القلب راح تزداد بزيادة الكونتراكتيلتي. كل ما تزداد الكونتراكتيلتي كل ما نحتاج أكسجين أكثر. كل ما يزداد الأفتر لود معناها إحنا نحتاج العضلة أنه تضغط أقوى وتكون أصلب حتى تطلع دم. فراح بزيادة الأفتر لود راح نحتاج أكسجين أكثر. بزيادة الهارت ريت راح نحتاج أكسجين أكثر. بزيادة الدايمتر of the ventricle راح يزداد الوول تنشن. لنتخيل أنه مثلا عندنا هذا الهارت هذا الventricle left ventricle هذا الدايمتر مالته طبيعي الدايمتر يعني قطره طبيعي. لو صار عندنا توسع بالدايمتر صار هذا left ventricle أخذ حجم أكبر توسع شنو معناها؟ معناها هو حجرة مغلقة معناها يتمدد معناها الجدار دي يصير بي wall tension دي يصير بي ضغط أعلى أو tension أعلى أو شد أعلى. فبالنتيجة زيادة diameter of the ventricle راح تحتاج زيادة O2 للميوكارديوم توصل. The coronary sinus contains طبعا عرفنا هذه coronary sinus contains most deoxygen to the blood in the body قلناها قبلها. Wall tension follows Laplace law. عندنا wall tension يساوي pressure في radius أما الwall stress فهو يتناسب مع pressure في radius على 2 مضروبة بالwall thickness. شنو عندنا كلام هنا يقول انه البريلود شلون نزود البريلود؟ البريلود هي الكميه اللي اوريدي موجوده بالقلب او الواصله للقلب يعني اللي هي احنا قدرناها كتقدير جدا مقارب ومماثل بكونها اندايستوليك فوليوم يعني الكميه الدم الموجوده بنهايه الدايستول لما ينتهي الدايستول اللي هو الريلاكسيشن مال الفنتريكلز اللي هو الفيلينج مال الفنتريكلز. فالأمات البلد لودد انت left ventricle توصل لليفت ventricle توصل هنا يعني حتى نزود البريلود نضيف فوليوم يعني ننطي مريض ننطي دم أو مريض ننطي IV fluid. ثانيا slow the heart rate راح نزود البريلود لما slow the heart rate معناها القلب ينقبض بسرعة أبطأ فبالنتيجة يخرج ما في داخله من الدم بشكل أبطأ
بما معناه أنه كمية الدم الباقية في القلب أكثر، لأنه الدم ببطء يخرج منه والدم مستمر بالدخول إليه، فبالنتيجة الـ blood volume الـ preload رح يزداد. كذلك عندنا constricts veins، في حال أنه سوينا sympathetic stimulation واشتغلنا على الالفا 1 ريسبتورز الموجوده بالفين، معناها الفينز راح تتضيق، راح تصير كونستركتد. فلما تتضيق تلقائيا راح تدفع الدم اللي بداخلها، لانه لا تحتمل كميه كبيره من الدم، وهي اذا تتضيق فلا بد ان تخرج ما في داخلها من الدم وتذهب به الى القلب، بما معناه تذهب به الى الهارت. سو هذا يزود البريلود. اما اللي يقلل البريلود فهو انه احنا نقلل كمية الدم، نقلل كمية الدم الواصلة للقلب. مثلا يصير اكو بليدنج او اكو ديهايدريشن، مريض عنده جفاف او نزف، او انه نصعد الهارت ريت. لما نصعد الهارت ريت راح نزود عدد دقات القلب، فبالنتيجة القلب راح يدق بسرعة وراح يطلع الدم اللي بداخله بسرعة، فبالنتيجة ما راح يتجمع دم هواية في القلب نفسه، فبالتالي يقل البريلود. ثالثا pull blood in veins، في حال انطينا vasodilators مثل نيتروغليسرين. لما نعطي vasodilators قلنا انه هي راح توسع الفصل من شيء ضيق الى فصل يكون اوسع اعرض، ما معناه هنا بكميه معينه من الدم هنا راح يحتمل كميه اكثر من الدم، فيعمل كانه مخزن من الدم، فبالنتيجه من يوصل للهارت ما يضطر انه يطلع كله يعني من الفينز، يبقى بالفينز محفوظ. ف وهذا هو جيد. مايوكارديال اوكسجين ديماند يقول انه الهارت ستارت فور او2، قال الاو2 ديماند لو اوتبوت نيد تو انكريز ورك، زياده كونتراكتيلتي يعني ايجكشن فراكشن افتر لود.